أكد وزير الخارجية سامح شكري الأهمية الكبيرة التي توليها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للتفاعل مع دائرة الشباب والأطفال بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. جاء ذلك خلال حوار عقده شكري مع ممثلي دائرة الشباب والأطفال المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تضم ممثلين عن مجموعة من المنظمات الشبابية المعنية بعمل المناخ الدولي. وأكد وزير الخارجية الحرص على استعراض جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر على صعيد تعزيز التواصل مع الشباب ومشاركتهم في عمل المناخ الدولي، وتخصيص يوم موضوعي للشباب والأجيال المستقبلية ضمن الأيام الموضوعة المختلفة خلال أعمال المؤتمر.